والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. رئيس مصر يقود مهمة إعمار غزة. الرئيس الفلسطيني: نواصل التنسيق مع مصر لاستمرار التهدئة. مون يعلن عن خطة بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم جهود الإعمار. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر تسعى من خلال مؤتمر القاهرة لدعم إعادة إعمار غزة إلى الخروج بأفضل السبل لتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ولقيادته شرعيا. هكذا جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي افتتح بها مؤتمر القاهرة لدعم إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن المؤتمر خطوة مهمة لدعم الجهود المصرية التي بذلت لحل الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، والتي نجحت في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في 26 أغسطس وتثبيت وقف إطلاق النار. وأضاف الرئيس أن مصر عملت على رأب الصدع الفلسطيني برعاية المصالحة وتوصلت إلى تفاهمات حول قضايا المصالحة، كما دعمت البعد الإنساني عبر توفير الاحتياجات الإنسانية وتوفير العلاج للمرضى والمصابين بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن قطاع غزة كان وسيظل جزءا أصيلا من دولة فلسطين. يمثل هذا المؤتمر خطوة هامة لا غنى عنها لدعم الجهود المصرية التي انطلقت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة، فلقد حملت مصر على عاتقها مسؤولية حقن الدماء والحفاظ على أرواح الفلسطينيين الأبرياء وصيانة مقدرات الشعب الفلسطيني، وواصلت مساعيها دون كلل منذ أن أعلنت مبادرتها لوقف إطلاق النار، حيث رعت عدة جولات تفاوضية خلال 51 يوما من القتال، إلى أن نجحت رغم الصعاب التي أعاقت جهودها المخلصة في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في 26 من أغسطس الماضي. الأوضاع في قطاع غزة تحتاج إمكانات وموارد كبيرة لإعادة الحياة إلى شعبها، هذا ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بمؤتمر إعادة إعمار غزة، مضيفا أنه سيواصل التنسيق مع مصر لاستمرار التهدئة وتثبيتها، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخلى عن مخططاته للاستيلاء على أرض فلسطين، موضحا أن هناك 3760 شهيدا من بينهم 2145 في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قائلا أن الأخير لحق به دمار كبير في الأرواح والممتلكات. لم يعد مقبولا أن نعيش تكرار النكبات والمآسي والحروب وطلب إعادة الإعمار كل عامين لابد من أن يجتمع مؤتمر هكذا لإعادة الإعمار. لماذا؟ فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بعدم السماح بتعريض شعبنا الفلسطيني مجددا للعدوان والدمار والتشريد والمعاناة من خلال دعمه لمطلبنا بإنهاء الاحتلال على أرضنا وتنفيذ رؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. هذا كل ما نطالب به. أعلن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون عن خطة الأمم المتحدة بشأن دعم إعادة الإعمار في قطاع غزة تصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار. وأكد بان كي مون في كلمته أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة على أن نجاح إعادة إعمار غزة يتطلب توافر أسس سياسية قوية، معربا عن شعوره بالتفاؤل إزاء اتفاق المصالحة الفلسطينية والذي تم التوصل إليه بالقاهرة في سبتمبر الماضي، مناشدا جميع الأطراف بإتباع الأقوال بالأفعال هذه المرة في إشارة إلى حركتي فتح وحماس. إرضاء للوضع السوداني وهدفها الاستهلاك الداخلي، هكذا وصف سياسيون ودبلوماسيون ومراقبون تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير بشأن أحقية بلاده في مدينة حلايب، إذ أعلنت معظم الأحزاب المصرية رفضها تصريحات البشير، مؤكدة أن كل الأسانيد والحجج التاريخية والجغرافية تثبت أن حلايب جزء أصيل من الأراضي المصرية، مطالبة القيادة السودانية بمراجعة موقفها من التصريحات التي تتناقض مع تعهدات الرئيس السوداني بالتأكيد على تطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
استقبلها ميناء بورسعيد أول سفينة سياحية منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وسط احتفالات شعبية ورسمية بعودة العمل السياحي للمدينة. ورست السفينة الهولندية روتردام في ميناء غرب بورسعيد السياحي فجر الأحد، وهي السفينة السياحية الأولى التي ترسو في الميناء منذ 4 سنوات بسبب الحالة الأمنية في البلاد منذ 2011. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.